السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج الحقيقة. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان عن توصلهما لوقف إطلاق النار في مدينة إدلب. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجانبان بعد لقاءات ثنائية بين الرئيسين في العاصمة الروسية موسكو. أكد الرئيس الروسي أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في الشمال السوري وحماية المدنيين وإيصال المعونات للنازحين على حد تعبيره. بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وقف إطلاق النار سيبدأ اليوم في منتصف الليل وسنراقب ذلك لمنع حدوث كوارث. وأكد أن تركيا ستحتفظ بحق الرد بكامل قوتها حال قيام النظام السوري بشن أي هجمات. مشاهدينا الكرام، للمزيد حول حقيقة الاتفاق الروسي التركي يسعدنا أن نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله الأسعد عميد الركن الخبير العسكري والاستراتيجي. سعادة العميد مرحبا بك معنا في البداية. أهلا وسهلا بك. هذا الاتفاق التركي الروسي الذي تم في موسكو بين رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وبين بوتين بعد كثير من المحطات في مدينة إدلب السورية، المحطات العسكرية وكذلك سبق محطات أخرى من اتفاقات سوتشي وأستانا أكثر من مرة. في هذا الاتفاق بالتحديد وحسب الواقع على الأرض، الواقع العسكري، من الرابح ومن الخاسر من هذا الاتفاق الثنائي؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني نحن لسنا بصدد أن نحكم يعني من الخاسر ومن الرابح. في الواقع هو يعني نستطيع أن نقول من الخاسر. طبعا الخاسر هو الشعب السوري بشكل يعني دائم، طالما بقي نظام الأسد يعني هو النظام السياسي الحاكم في سوريا، الشعب السوري خاسر. يعني مهما كانت الاتفاقيات ومهما طلعنا على هذه البنود، طبعا يعني الشعب السوري تجد الآن يعني أكثر من ثلثين الشعب السوري مشرد يعني، والطامة الكبرى والكارثة الإنسانية موجودة الآن على حدود اليونان. يعني تجد الشعب السوري أصبح الآن تائه، يعني هو المستهدف من هذه الحرب طبعا من قبل الروس ونظام بشار الأسد ومن الإيرانيين، تهجير هذا الشعب، اقتلاع هذا الشعب من جذوره ورميه خارج سوريا. طبعا يعني عذرا على هذه الكلمة، رميه، اقتلاعه، يعني تهجيره بكل الوسائل، وجعل من هذا الشعب يعني شعب يعني يفقد ثقته بنفسه، لا هدف له، لا يعني أماني له بأن يعود إلى بيته الذي نشأ فيه وترعرع به. حتى يعني اللاجئ، يعني إذا قلنا قد يجوز اللاجئ الذي وجد نفسه بأنه سافر إلى أوروبا واستقر فيها، هو يعني انفصل عن بيئته، عن مجتمعه، ولم يعد له تأثير في هذه المنطقة. في الواقع طبعا، لكن المعارك الذي يخوضها الجيش الوطني السوري بالدعم التركي، ألا تعيد ذلك الأمل للشعب السوري هنا وهناك، النازح هنا وهناك؟ يعني أي شخص طبعا، الشعب السوري هو طبعا ممتن للقيادة التركية، يعني هي الوحيدة التي بقيت يعني إلى جانب الشعب السوري، فقط القيادة التركية. أما في الواقع بقية دول العالم، يعني حوالي 117 دولة طبعا كانت هي أصدقاء سوريا، وكل العالم يعني منذ 9 سنوات وحتى الآن يعني على أساس أن تقوم بتخليص هذا الشعب السوري من الطاغية. طبعا الدول يعني ليست لم تكن جادة في هذا الموضوع. بقي من 117 تركيا. هي تركيا يعني في الواقع تركيا، لأنه طبعا لماذا تركيا؟ لأن طبعا الطرف الآخر يعني نظام الأسد يعني يعتبر أن تركيا هي مع الشعب المظلوم، هي مع الشعب الذي يعني هو عدو لنظام الأسد، الذي يرفض أن يكون بشار الأسد رئيسا عليها. وتركيا طبعا يعني وقفت إلى جانب الشعب السوري في مواضيعه الإنسانية ومواضيعه الإعانية والإغاثية وغيرها. طبعا يعني كما دول مثلا يعني أيضا من جهة الجنوب، يعني الشعب السوري يعني هاجر من بلده باتجاه دول الجوار. طبعا العراق يعني لا تستطيع أن تقول أنها مثلا يعني
ساعدت الشعب السوري لأنها محكومة من قبل إيران. أما مثلا في الجنوب الشعب الأردني، ومثلا في الشمال القيادة التركية والشعب التركي، طبعا هم الذين احتضنوا الشعب السوري. لماذا تعتبرهم يعني يعتبرهم نظام الأسد بأنهم أعداء له؟ لأنه لا يريد أن أحدا أن يسقي الشعب السوري ولو كاسة ماء، لأنه هو يريد قتلهم. لأن هذا النظام يعتبر بأنه طبعا هو يعني عبارة عن جسم غريب في هذه الدولة. يعني جاء بالحديد والنار، جاء حافظ الأسد يعني بالاغتيالات والقتل والتاريخ المشبوه القذر، وتارة يتهم الشعب السوري بأنه أخوان مسلمين، وتارة يتهم الشعب السوري بأنه متشدد، ويتآمر مع دول العالم على الشعب السوري. حضرتك ذكرت أنه الخاسر هو الشعب السوري، وذكرت بأنه تركيا وحدها هي التي تقف الآن مع الشعب السوري. كان هذا الاتفاق أيضا بين تركيا وبين روسيا، وهناك من يردد بأن تركيا لم تقف إلى جانب الشعب السوري في هذا الاتفاق، وجانبها ربما الصواب، وعادت النقاط، عادت سراقب للنظام، حتى وإن كان هناك معارك دائرة. يعني لم يستفد شيء، وتركيا وقعت على ذلك. طبعا أنا يعني حتى الآن طبعا مرد الاتفاق يعني جميعنا شاهدناها منذ ساعة على شاشات التلفزة. أتوقع أنه يعني أن يكون هذا الاتفاق أعمق من ذلك، يعني لأنه يعني طبعا دولة بحجم تركيا قامت بنقل قواتها وتحشيدها وخوض يعني عدة معارك على الأرض. أتوقع أنا يعني أتوقع لهذا الاتفاق ألا يدوم طويلا، لأن النظام الأسد والنظام الروسي طبعا شاهدنا نحن كسوريون، يعني شاهدنا ماذا فعل باتفاقية خفض تصعيد في الجنوب السوري وفي الغوطة وفي ريف حمص الشمالي. فلذلك هو لا عهد له نهائيا، سيبقى يقتل بالشعب السوري. وحتى نظام أسد، نظام أسد لا يهدأ. نظام أسد أي مواطن سوري قال الشعب يريد إسقاط النظام هو الآن في السجون. يعني المصالحة في الجنوب الآن كل يعني أبناء سوريا، شباب المنطقة الجنوبية، أبناء حوران والقنيطرة، هم في السجون، إما يغتالوا عن طريق الخلايا النائمة التي طبعا يدربها فرع السويداء المخابرات العسكرية والجوية وأمن الدولة. هؤلاء طبعا يعني يقوموا بقتل السوريين، لا يريدون أحد يعني قام يوم من الأيام بالانتفاض عليهم أن يبقى على قيد الحياة. طبعا هم يريدون للشعب السوري، وخاصة يعني بين قوسين لأبناء الطائفة السنية، بأن يكونوا يعني هم الأكثرية في سوريا. طيب لو عدنا لهذا الاتفاق من الناحية العسكرية، ما انعكاسات وقف إطلاق النار على واقع سيطرة المعارضة من جهة والنظام من جهة أخرى؟ يعني بواقع هذا الاتفاق، ما الذي يسيطر عليه النظام وما الذي تسيطر عليه المعارضة في هذه المنطقة فيما يتعلق بإدلب وما حولها؟ أنا أتوقع أن يكون لهذا النظام، لهذا الاتفاق تبعيات، يعني التبعيات بأن يعني يكون هناك اتفاقيات أخرى مثلا، يعني وهذا شأن يهم تركيا، يعني لأن هي معنية بهذا الاتفاق قبلا واحدا، بأن تزال نقاطها الآن ضمن يعني قطاعات نظام الأسد وشبيحته. يعني الآن طبعا يوم أمس استشهاد جنديين تركيين، الآن قبل قليل استشهاد جنديين تركيين أيضا. النظام يعني لا يحترم هذه القوانين. قبل أن تبدأ الهدنة أن تدخل، والتي ستبدأ الساعة 12 من هذا اليوم، طبعا هو يستغل الفرصة ويقصف على النقاط التركية. يعني أنا أتوقع طبعا يعني سيكون هذا الاتفاق له يعني تبعيات، بأن القوات طبعا نحن لا نعرف القوات ستبقى كل القوة إلى الخط الذي وصلت إليه أم ستعود إلى ما بعد. طبعا الرئيس التركي قال بأن القوات يعني حتى اتفاق سوتشي، اتفاق سوتشي إلى ما بعد آخر نقطة موجودة في مورك في هذه المنطقة، يجب أن تعود إلى ما بعدها قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني
وكل المرتزقة التي تقاتل مع نظام الأسد. وبالتالي أي المدن الآن مع النظام ستعود مرة أخرى لطرف المعارضة السورية؟ يعني سراقب مثلا، معارة النعمان، خان شيخون، كل هذا من المفترض حسب هذا الاتفاق أن يعود. هذا إذا يعني إذا تم تطبيقه حسب ما قال عنه الرئيس أردوغان، أنه كل يعني يجب تطبيق اتفاق سوتشي، اتفاق سوتشي إلى ما بعد مورك، نقطة مورك. إذن فيما يتعلق بهذه المعركة التي تم إطلاقها، معركة درع الربيع، نعم، ما قبلها كان شيئا والآن ما بعدها شيء آخر إذا طبق هذا الاتفاق. يعني هذا الاتفاق طبعا لا أستطيع لا أنا ولا أنت ولا أي أحد أن يحكم علي بأنه مثلا سيستمر. ربما هذه هدنة، يعني هذه هدنة طبعا، يعني كل الأطراف يعني التي حتى تتحارب، يعني ربما يكون في هناك هدنة طبعا لمدة يعني مثلا يوم أو يومين. طبعا هذه أتوقع هم أرادوها هدنة طويلة طبعا، يعني الروس والأتراك أنها تكون هدنة طويلة، بس أقصد أنه يعني الحرب الموجودة في سوريا يعني لا تشبه أي نوع من أنواع الحروب أبدا، لا تشبه أي نوع من أنواع الحروب. يعني يجب أن يقتل، يجب أن يقتل كل من في هذه المنطقة الجغرافية في مسرح العمليات، يجب أن يقتل بالكامل، يجب أن يدمر، يجب أن تدمر بيوته، يجب أن يهلك هلاكا. يجب على الصعيد السياسي، يجب أن لا يدخل إلى هذا المدني السوري الذي ذهب من المنطقة الجغرافية التي هي مسرح العمليات إلى منطقة النزوح، يجب أن لا يدخل له ولو رغيفة من الخبز. وطبعا وهذا ما سعت إليه ما الذي يوجب ذلك؟ أي الأطراف الذي يوجب اسمح ذلك؟ لي نعم. طبعا روسيا والصين، روسيا والصين تأخذت حق النقد الفيتو بعدم دخول أي يعني نوع من أنواع المساعدات إلى الشمال السوري المحرر. الصين التي الآن هي مبتلية بوباء الكورونا، يعني أنا كمواطن سوري أتمنى من الله أن لا يشفى صيني نهائيا، لأن هذه الدولة التي طبعا خدعت الشعب السوري وخذلت دون أي يعني مبرر. لماذا مثلا يعني دائما تتخذون حق النقض الفيتو مع روسيا؟ لماذا؟ هي مصالح كبرى بينهم. مع مين مصالح؟ مصالح مع إنسان فاشل، رئيس فشل يقتل شعبه، يعني ما هذه المصالح؟ ما هو مصلحة الصين في سوريا؟ إنما هي عبارة عن حقد على الشعب السوري. طبعا يعني التقت مصالح، طبعا هناك يعني إذا تحدثنا بمنطق عسكري، طبعا الصين تقوم الآن ببناء مصانع هي وإيران وروسيا وكوريا الشمالية في سوريا، في الساحل السوري، يقومون ببناء منشآت من أجل تصنيع صواريخ متوسطة المدى. ومعروف يعني الأماكن التي تقوم الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وبقايا نظام الأسد بتصنيع صواريخ متوسطة المدى. فيعني طبعا هذا يعني شيء يعتبر هو تطهير عرقي لهذا الشعب، عندما يتخذ حق النقل فيتو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى الشمال المحرر. يعني لماذا نقول نحن مثلا تركيا الدولة الصديقة التي بقيت تساعد الشعب السوري؟ لأن فقط يعني كل المنظمات الدولية رفعت أيديها عن الشعب السوري، المنظمات التركية، الهلال الأحمر التركي، الإيهاب، هم الذين يساعدون الشعب السوري، وبقية منظمات غير قادرة على تأمين خيمة واحدة للشعب السوري، خيمة التي أصبحت حلم المواطن النازح من معارة النعمان ومن سراقب أن يأوي إلى خيمة هو وعائلته. لم يعد هذا أقصى ما يحلم به، أقصى ما يحلم به. شاهدنا مثلا يعني الأتراك مثلا يبنون، يعني طبعا يعني يد واحدة لا تصفق الواقع، يعني نحن يجب أن لا نحمل هذه البلد أكثر من طاقتها. أين المجتمع الدولي؟ أين أمريكا؟ أمريكا الآن يعني الأمريكا الآن يصرح جيمس جيفري بأنه يجب تطبيق اتفاق سوتشي. أين أنتم من بشار الأسد الذي يعيث فسادا بسوريا، الذي دمر سوريا؟ طبعا يعني هناك طبعا نوايا للأمريكان أنا أشك فيها. طيب دكتور الأسعد، فيما يتعلق بهذا الاتفاق نعود إليه أيضا من الناحية العسكرية مرة أخرى، حضرتك تشك في أن يصمد من الأساس هذا الاتفاق؟ نعم. وبالتالي ما الذي يمكن أن يترتب عليه؟ هل تكمل تركيا في عملياتها العسكرية، تطلق عملية عسكرية جديدة
لتحرير هذه النقاط التركية بالقوة وليس باتفاق سياسي. هو سيتفاجأ العالم كله بالكامل يعني عقيدة نظام الأسد. طبعا هذا النظام طبعا لا يشبه أي نظام من أنظمة الدولية ولا العسكرية، حتى العقيدة تبعه هو يعني عبارة عن نظام يحكم بالعسكرة بالحديد والنار، ويعتبر أن البوط العسكري هو الرمز تبعه، يعني تاجه البوط العسكري، يعني من زعيم من رئيس الدولة بشار أسد يعتبر طبعا يضعون البوط على رأسهم ويضعون به وردة أنه هذا هو المثل الأعلى لهم البوط. هؤلاء لن يلتزموا حتى بما تم الاتفاق عليه، وستجد أنت يعني والمجتمع بالكامل سيجد بأن نظام الأسد لن يعني يلتزم بهذا. وبالتالي ما هي خيارات تركيا إذا لم يلتزم نظام الأسد والروس بهذا الاتفاق الذي وقع بين أردوغان يعني وبين بوتين؟ أنا أقول خيارات تركيا شاهدوا ماذا فعلت تركيا عندما تم الاعتداء عليها يعني. وطبعا وجدت اليوم بشار أسد يستجدي تركيا، طبعا هو أراد كان لقاء معه مع أحد الصحف بأنه لماذا تركيا تعادينا، يعني ما هي القضية، ما في نحن بيناتنا علاقات مشتركة، هو كاذب طبعا يعني نحن لدينا مصالح مشتركة مع تركيا، ويوجه خطاب إلى الشعب التركي الداخلي يقول ما هي القضية، قضيتكم مع سوريا حتى يقتل مواطن تركي، ما هي طبعا هذا يعني هذا خبيث طبعا هذا النظام. طيب ما هي قضيتك مع الشعب السوري أنت يا بشار الأسد حتى تأتي بالروسي المحتل وتأتي بالإيراني وتأتي بالأفغاني والباكستاني والعراقي واللبناني حتى تقتل الشعب السوري؟ ما هي قضيتك مع الشعب السوري؟ قضيتك بأن هذا الشعب الذي طبعا يعني انتخبك، يعني طبعا بغض النظر عن المعطيات الجانبية انتخبك رئيس بعد ما والدك مات وحطك رئيس، وقمت بقتل هذا الشعب السوري وجلبت كل شذاذ الآفاق وكل الميليشيات الطائفية من أجل تقتل هذا الشعب، ما هي قضيتك؟ الشعب لا يريدك أن تكون رئيس لأنه عانى الأمرين يعني لا هل الآن موضوع حلقتنا يعني غير متعلق بالوضع الداخلي، يعني نريد أن نتكلم يعني عن الوضع الداخلي، العالم أصبح يعرف الوضع الداخلي في سوريا، يعني هجرة العقول، قتل المثقفين، اغتيال الإرادة السورية، يعني تعويم مجموعة من الناس كونهم ينتمون إلى بشار الأسد على كل سوريا، يعني مواطن سوري النفط بجانبه في دير الزور والحسكة والقامشلي وهو يذهب ليعمل عامل في دمشق يعني عند الناس. وطبعا تجد أن بشار الأسد وزع يعني أبناء اللاذقية وتوزعهم على كل سوريا لكي يستلموا المناصب ويدخلوا في مفاصل الدولة السياسية والعسكرية والأمنية والتعليمية وكل شيء من أجل أن يفسدوا هذه البلد، والبلد فاسدة طبعا، يعني سوريا يعني دولة فاشلة بكل معنى الكلمة، غير قادرة أن تكون دولة مثلا تلتزم بقوانين وقاعد، وليس لها قواعد وليس لها قوانين. هذه الدولة التي منقوصة السيادة، لا سيادة فيها، الشعب الذي هو مصدر السلطة، أين الشعب؟ الشعب مهجر. النظام السياسي، هذا النظام السياسي نظام بشار أسد الذي يشبه إلى حد يعني متطابق 100% مع نظام حافظ أسد، هو أصبح نظام ابتلع الدولة السورية وقتل أبناء هذه الدولة. طيب سيد عبد الله أسعد، يعني تشير إلى أنه الحل العسكري هو الحل، أنا الآن الرئيسان أكد أنه لا حل عسكريا في سوريا وإنما الحل عبر السبل السياسية. ممتاز جدا، إذا كان يعني هكذا الحل السياسي، الحل العسكري كيف يكون؟ كيف يكون الواقع العسكري؟ لا يقول ذلك أو لا يشير إلى أنه سيكون أين الحل السياسي؟ أين الحل السياسي إذا كانت يعني كل سوريا والمعركة الأخيرة خان شيخون مدمرة، قلعة المضيق اللي دخلوا عليها مدمرة، البنية التحتية مدمرة، معركة النهمان مدمرة، يعني عندما يدخل سراقب مدمرة، كل القرى اللي دخلوا عليها مدمرة، عندما يدخل صحفي غربي إلى المناطق المحررة في الشمال السوري ويرى تدمير نظام الأسد الذي قصف كل شيء مثلا بكل شيء، يعني لم يدع سلاحا، بشار أسد قصف حلب بصواريخ سكود، يعني هذا يعني شيء غريب جدا. أنا فعلا أنه رئيس يقصف شعبه بصواريخ باليستية، كان ينزل صاروخ السكود بحلب يطلق من عدرا يهبط بحلب يدمر حي كامل،
يعني ما هذا يعني هل هذا النظام سيكون يعني إذا كان مع شعبه هكذا سيكون مثلا مع دول أخرى غير ذلك؟ غير أضف إلى ذلك هناك في يعني في عناصر غير منضبطة في هذا الجيش، لأنه الآن انخرطوا في هذا الجيش، انخرطوا بالفرقة الرابعة، انخرطوا بالحرس الجمهوري، انخرطوا بالأمن، أخذوا جنسيات، أعطوهم جنسيات بشار الأسد وهم الآن من ضمن مكونات الحرس الجمهوري. ويعني هؤلاء لن يكونوا يوم من الأيام منضبطين، إضافة إلى ميليشيات الدفاع الوطني، ما تسمى ميليشيات الدفاع الوطني واللجان الشعبية، هؤلاء طبعا يعني فتات أصبحوا الآن مع هذا النظام العسكري. والأجهزة الأمنية التي تعودت أن تحتقر الناس، الأنظمة الأمنية تحتقر الشعب السوري بالكامل، ولا تنظر إلى هذا الشعب إلا عبارة عن يعني كما ينظر الفلسطيني أو الإسرائيلي الفلسطيني، أنه أن حتى العالم كله عبارة عن بهائم لديهم، عبارة عن قويم كما يسميه الإسرائيليين. يعني نعود مرة أخرى للحديث بأنه لا حل عسكري من وجهة نظرك أم لا حل سياسيا؟ أنا أؤكد يعني نحن لنا ذاكرة يعني لافروف شويغو طبعا هم يعني هل سيدعون مثلا الجيش الوطني يدعونه معه سلاحهم موجود في هذه الأراضي؟ لا بالتأكيد سترى أنهم سيعودون يوما إلى يعني إلى القصف والقتال على بحجج واهية، يعني بحجج واهية. كيف قتل الشعب السوري؟ قتل الشعب السوري بطرق مختلفة، أنه إرهابيون، أنهم إرهابيون، أنهم يخرقون وقف إطلاق النار، علما أن يعني في الجنوب لنا تجربة في الجنوب، عندما كانوا في الجنوب هجموا الروس ونظام أسد، هجموا على الجيش الوطني السوري الحر. لكن دكتور الأسعد، فكرة استخدام تركيا للمجال الجوي، استخدام السلاح الجوي، ألا يضيف للمعركة في المستقبل قوة لتركيا وقوة كبيرة للجيش الوطني السوري؟ طبعا القوة الجوية التركية كان لها دور كبير جدا في يعني في التمهيد الجوي والتقدم، يعني لم يكن يعني لدى الجيش الوطني لم يكن لديه مثلا قوة تمهيدية أثناء هجومه. صرنا نرى بتدمير راجمات صواريخ، تدمير يعني مجموعة صواريخ بنتسير على الأراضي السورية، صرنا نرى تدمير رجمات صواريخ، تدمير أرتال تكون قادمة من تابعة للنظام كله بالضبط، قادمة لتنفذ هجوم معاكس لتؤازر القوات الموجودة في النسق الثاني، تدمرها الطائرات التركية. طبعا يعني هذا الموضوع، يعني الجيش الوطني والشعب السوري طبعا له الثقة المطلقة طبعا بعد الله بتركيا، يعني والشعب السوري يرى الصديق الوحيد له هي تركيا، هي التي ترى انعكاس استخدام السلاح الجوي الآن على معركة قادمة. يعني ألا يكون ذلك رادعا حقيقيا في أي معركة قادمة ربما لو تم خرق هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه؟ طبعا في حال تم يعني الخرق طبعا يعني لن تسكت تركيا، وأنا أعتقد يعني الآن يعني الآن عند ما رأى العالم كله أن الاتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ الساعة 12، وقاموا مثلا بقتل يعني بقتل جنود أتراك، طبعا أتوقع بأن رد تركيا سيكون حاسم حتى لو كان بدأت لدنا. يعني هذا النظام يصطاد في الماء العكر يعني. وطبعا هو يعرف هذا النظام يعني يعيش في ظل من هو أكبر منه. يعني أنا قلت سابقا وأقول الآن، مثلا عندما كانت فرنسا بسوريا ماذا طلب سليمان الأسد من فرنسا؟ ألا تخرجوا من سوريا لأن الشعب السوري سيقتلنا، لأن نحن مطموع فينا ونحن أقلية. وثيقة موجودة طبعا، وزير خارجية فرنسا ومندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة قال هذه الوثيقة موجودة لدينا في وزارة الخارجية عندما طلب سليمان الأسد ألا تخرجوا من سوريا. والآن هذا يعني طبعا عندما سمته الصحف الروسية بأنه ذنب الكلب، طبعا لأنه لا يستطيع إلا أن يعيش في ظل، هو الآن يشد ظهره بمن؟ بروسيا. لو لم تكن روسيا لفعل بشار الأسد كما فعل بأبيه في عام 1999 عندما طبعا كان يحوي أكبر يعني أكبر زعيم لحزب إرهابي أوجلان، كان هو يعني موجود في حضن حافظ الأسد، وعندما اكتشف أمره طبعا وتم تهديده في عام 99
وجدناه كيف أصبح يعني صاغرا وأصبح يعني يترجى بأن لا يتم الهجوم عليه، والآن يعني لاحظنا يعني ابنه بنفس الطريقة. طيب فيما يتعلق بالبند الخاص بالطريق الدولي M4 سعادة العقيد، لافروف قال إن الجيشين الروسي والتركي سيسيران اعتبارا من 15 من مارس الجاري دوريات مشتركة على طريق M4 السريع الذي يشكل محورا استراتيجيا يعبر منطقة إدلب. ماذا عن هذا البند، في صالح من يأتي؟ يعني أنا أعتقد أنه طريق حلب الريحة جسر الشغور اللاذقية، طبعا هذا الطريق يخدم مصالح روسيا في المنطقة. لماذا يخدم المصالح؟ هذا الطريق M4؟ هذا M4. نعم. M5 هو الطريق حلب حما دمشق، يعني نعم. هذا هو طريق M5. فيعني روسيا لها مصلحة برية في هذا، أن يفتح هذا الطريق من مكان تواجدها في المنطقة الشرقية باتجاه الساحل، باتجاه الساحل السوري، لأن تركيا الآن أصبحت موجودة في الرقة، روسيا أصبحت موجودة الآن في الرقة. وطبعا على ما يبدو هي يعني ليست فقط يعني موجودة عسكريا، هي موجودة يعني استثماريا، هي موجودة استثماريا، يعني تريد أن تأخذ كل شيء طبعا وتنقله خارج سوريا. هناك لها يعني كثير من يعني من المصالح في فتح هذا الطريق البري. ولكن هنا عندما تحدث عن دوريات مشتركة، إذن لا وجود لا لقوات النظام ولا وجود لقوات المعارضة. تأكيد كوريدور يعني كوريدور أرضي بعمق 6 كيلومتر من الشمال و6 كيلومتر من الجنوب. هذا بالتأكيد. يعني طبعا هنا يعني يجب لفت الانتباه إلى ناحية، أن هذا الاتفاق يكون له طبعا يعني نواحي إيجابية، بأن طبعا هنا إيران والميليشيات طبعا يعني تخرج خارجا، يعني وهنا تكمن أيضا العقدة، يعني لن يقبل مثلا الإيراني ولا المرتزق من حزب الله بأن كل ما يعني جرى عليه بأن يخرج خارج هذه المنطقة، وهنا سيكون طبعا يعني الطامة الكبرى أو العقدة التي تواجه هذا الاتفاق. طيب نتوقف عند فصل قصير سعادة العقيد، نعود بعد استكمال حلقتنا. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نواصل، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج الحقيقة. أعود وأرحب بضيفي الدكتور عبد الله الأسعد العميد الركن الخبير العسكري الاستراتيجي السوري. سعادة العميد مرحبا بك من جديد. هل هناك نقاط أو أمور غير واضحة لم يتم التطرق إليها ضمن هذا الاتفاق الثنائي؟ يعني دائما في كل اتفاق طبعا يكون هناك في يعني غموض يعني ونقاط لم تذكر على العلن، يعني ربما قد يكون مثلا يعني موضوع النقاط التركية الموجودة داخل المناطق التي سيطر عليها نظام أسد، وعدم انسحاب هذه القوات. يعني هالقوات ما يعني ما وضعها، هل ستعود إلى ما بعد نقطة أول نقطة باتجاه مورك يعني أم ستبقى هنا؟ طبعا هنا العقدة هي مثلا الميليشيات الإيرانية وإيران وحزب الله. طبعا يعني قد يكون هناك يعني في الأمر تعقيد كبير جدا. يعني بما أن هذه النقطة لم تذكر، هل يعني ذلك بأنه يبقى النظام مسيطر على هذه النقاط التركية؟ أنا يعني هي الحرب قامت يعني أو الهجوم مثلا قام على أساس أنه لأنه النظام يعني خالف كل المواثيق والقوانين المذكورة في اتفاقية سوتشي. على هذا الموضوع هي قامت يعني الحرب. نعم. ليس كذلك؟ نعم. فيعني أتوقع أنه يعني لن يتوانى التركي عن هذه النقطة، وسيعني يطالب فيها بإعادة يعني ميليشيات أسد إلى ما بعد نقطة مورك. فهنا هل المطالبة يعني سيحقق أو ستحقق لتركيا ذلك، أم أنه المعركة ستحقق ذلك؟ لا أنا يعني الآن بعد وقف إطلاق النار. نعم. أنت رأيت أستاذ محمد، يعني
طبعا كان مرافق للسيد رجب طيب أردوغان وزير الدفاع ويعني رئيس استخبارات وكذا، أكيد وزير الخارجية يعني وزير خارجية أيضا. نعم. يعني وفد كبير كان يعني وزير مالية، وكان يعني ما مثلا بصدد تعدادهم، إنما يعني هؤلاء طبعا أكيد هناك أمور طبعا ربما لم تذكر على الإعلام يعني. طبعا يجب هنا أن يكون الروسي حازم مع نظام أسد بأن تعود قواته إلى ما بعد يعني نقطة مورك هنا طبعا، وأن لا يكون إذا يعني إذا أراد أن يكون لهذا الاتفاق نجاحا يجب أن لا يكون هناك لا شرطي في المناطق، يعني مثلا إذا جئنا إلى مثلا إلى معرض النعمان أو خان شيخون أو مورك أو كفر زيتا في ريف حلب في ريف حماة الشمالي، إذا وجد شرطي لنظام الأسد فلا تطاق الحياة في هذه المناطق. يا الله. يعني الآن يعني نجد مثلا نجد في الجنوب السوري، وهذه دائما نحن نستشهد به لأنه ما أجرنا الآن، يعني الناس يعني تكره الحياة يعني بوجود عناصر نظام بشار أسد. يعني الأمور طبعا هذا النظام الذي طبعا صالح مع الفصائل التي هي هناك طبعا لا يستطيع بسط السيطرة، لا يستطيع طبعا تحقيق الأمن في هذه المنطقة، وترى الشعب يعني في دوامة لا يعرف إلى أين يذهب، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي طبعا يعني تحيط بهذا الشعب. طيب تشاوشولو مولود تشاوشولو وزير الخارجية التركي يصرح بأنه سيتم وقف إطلاق النار في إدلب على خط التماس الذي تم إنشاؤه وفقا لمناطق خفض التصعيد. كيف يمكن يعني فهم هذه النقطة على الأرض؟ شكلها إيه؟ يعني أنا كما قلت لك بأن يعني أساس المشكلة قامت على أنه النظام تقدم وبدأ يزحف باتجاه القرى وتهجير أهلها، فتركيا هنا تحركت يعني. إذن يعني هذه النقطة أتوقع قد يكون تم الاتفاق عليها، طبعا نحن لن يعني لن لسنا بصدد دراسة كل ما جرى من بنود في هذا الاتفاق، وإنما هناك بالتأكيد يعني يجب أن يكون بنود عودة ميليشيات الأسد إلى ما بعد طبعا نقطة مورك، وهي خط التماس المتفق عليه وفق اتفاقية سوتشي. بوتين قال أن قوات النظام السوري لم تكن تعلم أنها تقاتل القوات التركية عندما قتلت عددا من أفرادها في إدلب وقدمت تعازي في مقتل جنود الأتراك. ماذا يعني عن هذا التصريح؟ يعني اسمح لي أن يعني أن نتجاوز كل البروتوكولات وكذا، طبعا بوتين كاذب ونظام بشار الأسد كاذب أكثر منه يعني. هو طبعا يعلم يعني التصريح الحملة الإعلامية التي قادها نظام أسد ضد تركيا يعني سمعها العالم على كل وسائل الإعلام. كان طبعا من كان يراقب محطات تلفزة نظام أسد في التلفزيون على الإعلام، وكانت يعني كان الإعلاميون بدون ذكر أسمائهم النجسة كانوا هم عبارة عن أبواق ضد تركيا يعني تحريضية واستهزائية، ويعني تستسخر بالجيش التركي يعني، ويعني كل العالم شاهد وهم يعرفون أنه هناك جنود أتراك، ويعرفون أن تركيا وبشار الأسد الآن الذي أصبح عبارة عن حمل وديع كان يقول يعني نحن ندعم كل من يقاوم تركيا. طبعا يعني هذا هو ثوبه الأساسي، هو كان يدعم أيام زمان البيكيكي التي كانت تقاتل يعني تقاتل تركيا وكان يحتضن زعيمها، والآن هو قال في تصريح عندما جاء وحضر بيان رمي مدفعية على معارة النعمان وتم إطلاق المدافع بأمر منه، طبعا يعرف يعني وقال للعناصر بأننا نحن ندعم كل حركة تقاوم تركيا فهو ليس صادق. طيب هناك بعض النقاط تم الحديث حولها من قبل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ومن قبل الرئيس الروسي بوتين وكذلك من قبل وزيري الخارجية فيما يتعلق بالمنظمات التي هي على قائمة الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية. قال في بيانه وزير الخارجية تشاوشولو وزير الخارجية التركي: نعتبر المنظمات على قائمة الأمم المتحدة، نقر بأنها إرهابية ويجب أن تكافح، ونرفض مظاهر الإرهاب. ما هو الإرهاب المقصود هنا في الذي ذكر في هذه البيانات التي خرجت؟
يعني طبعا تركيا يعني تعتبر كل الأحزاب الانفصالية التي طبعا هي أفرع للبيكيكي طبعا هي أحزاب إرهابية يعني، وطبعا تعتبرها طبعا يعني مهما يعني رفع الغطاء عنها تعتبر تركيا إرهابية في كل مكان وفي كل زمان، البيكيكي وفروعه. طبعا يعني الكل العالم مثلا تنظيم القاعدة هو تنظيم إرهابي مثلا يعني، طبعا هذا الكل مجتمع على أن هذا التنظيم هو تنظيم إرهابي. وهذا التنظيم أنا قرأت اليوم يعني أحد المسؤولين الكبار الأمريكيين يعني ارتباط هذا التنظيم تنظيم داعش وتنظيم القاعدة والبيكيكي مرتبطين ارتباط كبير جدا مع نظام الأسد. وهناك مقال يعني فعلا بأن كان هناك يعني ارتباط مع رئيس شعبة المخابرات العسكرية ومع رئيس فرع أمن الدولة السوري، وأكبر مثال يعني ارتباطهم مع القاعدة عن طريق أو القعقاع الحلبي الذي تم تصفيته مؤخر بعد حرب العراق، الذي كان يعني هو واسطة بين نظام الأسد وأبناء سوريا من أجل دفعهم إلى التشدد. الرئيس التركي خلال البيان الذي ذكره في المؤتمر الصحفي قال هدفنا منع حدوث كوارث بشرية جديدة في المنطقة وسنعمل سويا لإيصال المساعدات للمنكوبين وتأمين عودتهم إلى بيوتهم. أي انعكاس لهذا الاتفاق على النازحين والمنكوبين؟ طبعا يعني هي كارثة إنسانية، وجود الآن يعني حوالي 4 مليون موجودين من مدينة إدلب وباتجاه الحدود التركية، هذه كارثة. الكارثة الإنسانية الكبرى وجود اللاجئين على الحدود اليونانية. يعني الآن صرح اليوم وزير الداخلية التركي بأن هناك حوالي 106 يعني أشخاص مصابين موجودين في مشافي أدرنا، وقتل عدد من الأشخاص، حوالي 6 أشخاص قتلوا بنيران البوليس اليوناني. هذه أكبر كارثة. الآن الموجودين حوالي 137 ألف واحد، ربما العدد ازداد أيضا اليوم. هؤلاء موجودين في العراق من أجل ماذا؟ هؤلاء شردوا من أجل الرجل أبله ومعدوه. يعني كان ممكن أن يتدخل المجتمع الدولي بأن يعيد هذا الشعب. شخص يعني من أجله شرد كل هؤلاء الناس. هل هذا طبعا يعني ليس هذا بكارثة؟ هذه كارثة إنسانية كبيرة. المجتمع الدولي الآن يعني الشعب السوري لم يعد يريد وقفة بأنه يهجم ويقتل ويدمر، يحتاج إلى وقفة إنسانية الآن، أن يعود هؤلاء إلى بيوتهم وأن يتم يعني تغيير سياسي لهذا النظام، بأن يتم استبعاده هو ونظامه السياسي ورجاله وزعمائه وقادته العسكريين والأمنيين من هذه المنطقة. إنما العالم غير مبال طبعا، مجلس الأمن مشلول بوجود روسيا والصين طبعا بالفيتو. أمريكا طبعا مشلولة، أمريكا مشلولة بالكامل. يعني روسيا طبعا أنا لي وجهة نظر، أنا أرى أن روسيا شلت أمريكا. أنا أتوقع أنها يعني شلت أمريكا. يعني ليس أمريكا هي من سمحت وأعطت الضوء الأخضر بأن تفعل روسيا كل ما تفعله في سوريا كما يقول البعض. لا تتفق يعني ربما أن طبعا هي أخذت الضوء الأخضر، أخذت إيران الضوء الأخضر في البداية، حزب الله أخذ الضوء الأخضر طبعا من إسرائيل يعني من أسيادهم أنه اذهبوا معلش خلينا يدخلوا على سوريا طبعا لأهداف يعني يريدوهم في منطقة الشرق الأوسط الجديد. فلذلك الآن روسيا يعني بغض النظر عما إذا كان مثلا هي أحد أذرع أمريكا مثلا أو لتحقيق أهداف يعني تريدها أمريكا في المنطقة، إلا أن روسيا أصبح الآن لها يعني ثقل عسكري في سوريا، أصبحت لها يعني مناطق، يعني أصبح لها سيطرة على الجغرافيا برا وبحرا وجوا بكل هذه المناطق. أمريكا طبعا أمريكا لها يعني هدف في هذه المعركة يعني ينطوي على السيطرة على الثروات الطبيعية لسوريا. روسيا لها يعني هدف جيو سياسي استراتيجي في سوريا. تركيا الدولة الجارة الشمالية طبعا لها هدف حفاظ على أمن قومي. إيران لها هدف عقدي ايديولوجي في سوريا. طبعا يعني هذه الأهداف التي يحققها كل حسب ما يرغب في سوريا. ونظام الأسد مستفيد من وجود هؤلاء. يعني الآن نظام الأسد يعني لا تستغرب أن يكون نظام الأسد هو من طلب أمريكا أن تأتي تأخذ النفط.
لأنه هو النفط يعني الشعب السوري لم يكن يأخذ من هذا النفط شيئا، كان مخصص لآل الأسد والشبيحة، كان مسروقا طبعا كان مسروقا، والآن يعني هو مستفيد من وجود أمريكا ومن وجود روسيا ومن وجود إيران لصالحه. طبعا يعني هو جاء بالمرتزقة، يعني ذهبت بثينة شعبان جابت مرتزقة من أفريقيا، الإيرانيون جاءوا بالمرتزقة الأفغان، يعني الآن توجد كتيبتين من كوريا الشمالية، توجد كتائب من الصين في كتائب تقاتل إلى جانب بشار الأسد، إلى جانب بشار الأسد نعم، كتائب صينية وكتائب كوريا الشمالية والفاغنر الروسي والحشد الشعبي الشيعي، الميليشيات الشيعية، حزب اللات، المرتزقة، العراقيين الذين يقاتلون أخوتهم السوريين في سوريا، هؤلاء كلهم استفاد من بشار الأسد، يعني ربما خفف عليه عبء كبير جدا بالأسعار، هؤلاء يقاتلون براتب شهري مأجور، يعني قتل مرتزق يعني. طبعا في وعود هناك يعني بأن نحن نهجر هؤلاء السوريين كما هجر بعض الفلسطينيين، ستستوطنون بدل هؤلاء الشعب، هؤلاء السكان الذين تم تهجيرهم من مناطقهم. أشكر شكرا جزيلا سعادة العميد الركن الدكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا طيلة هذه الحلقة من برنامج الحقيقة، شكرا على وجودك معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.